رمضان كان في عندنا حلقه وواحد من جمهورنا بشكل عشوائي كسبناه رحله لروسيا عشان يحضر المونديال. الحقيقه انه وعدنا نفذناه، ومن ساعه الحلقه ما كسب، من ساعه ما كسب لحد ما سافر روسيا انه بعد الحلقه مباشره واخدناه لشركه السياحه واخد كل ما يحتاجه وركب الطياره وما اطمناش لحد ما وصل لروسيا يحضر المونديال. طيب سؤال بسيط جدا ومن الحاجات اللي اتقالت في الحلقه. طيب معسكر منتخب مصر هيبقى فين؟ جروزني. انا قلت الاول. حضرتك قلت الاول، حلال عليك. رحلة. شكرا. تأمين فان اي دي بتاع حضرتك. تمام. وده فاوتشر الاوتيل. تمام. وده تذكره الطيران حضرتك، التذكره بتاعتك انت، السفر بتاعك يوم 14 الفجر، وان شاء الله رحله سعيده ان شاء الله. وهيكلم حضرتك خلال يومين التور ليدر بتاعنا اللي حضرتك طالع معاه، هيبقى هو هيعمل جروب على الواتساب علشان خاطر يقول لكم الارشادات والتعليمات ايه هي وانتم مسافرين. احنا حلقتنا دي قبل العيد على طول في اجواء العيد. كل سنه وانتم طيبين.